نظم الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة المؤتمر السنوي الأول للعمل الأهلي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المبادرة الرئاسية بداية لبناء المواطن المصري ودور المجتمع المدني في دعمها لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع. بداية جديدة لبناء الإنسان، أحد المبادرات الرئاسية الفاعلة عنوان المؤتمر السنوي الأول للعمل الأهلي بمحافظة الجيزة، الذي استعرض دور الاتحادات الإقليمية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتفعيل تلك المبادرة لتكون واقعا ملموسا للمواطن المصري. برامج الحماية الاجتماعية ده أحد المستهدفات اللي الدولة بتسعى ليها، خاصة كلنا بنتابع المبادرات والحزم الخدمات اللي بتطلقها الدولة وبتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف المجالات، وعلى رأسها طبعا مجالات الحماية الاجتماعية، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن المصري ووضع عدد من التدخلات اللي بتخفف من العبء على المادي في ظل الأزمة الاقتصادية اللي بيشهدها العالم. عاملين بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة للكشف المبكر على أمراض السرطان بأنواعها المختلفة، وفعلا عملنا يعني لقاءات وعملنا يعني زيارات وعملنا عيادات متنقلة مع وزارة الصحة في محافظات الفيوم والشرقية والمنوفية، وبنتحرك على كل محافظات مصر، أيضا معنيين بالتوعية الصحية في القضايا المهمة، ومنها على في مقدمتها القضية السكانية وتنظيم الدعوة وتنظيم أسرة والصحة الإنجابية. ولما الدولة بيبقى عندها كفر كده للموضوعات كلنا بيكون عندنا شغف كبير جدا ان احنا نتكلم ونشتغل في مجالات كتير. احنا النهاردة هنتكلم عن محو الأمية، هنتكلم عن الوعي الصحي للسيدات، هنتكلم عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر وعددها 100 مدرسة. مؤتمر يعني يبدأ من 10 صباحا ينتهي 4 عصرا، في تفاصيل كتير جدا لكل الجمعيات الحاضرة النهاردة. كما تم خلال المؤتمر السنوي الأول استعراض التجارب الناجحة للعديد من مؤسسات المجتمع المدني في المجال الصحي والتعليمي والتكنولوجي والاجتماعي، وأهمية تسليط الضوء على العمل الأهلي والوعي المجتمعي. ده بنكرم في الجمعيات المتميزة، بنكرم في القاهرات السرطان اللي هم متعافين، بنكرم برضو القاهرة الأمية، مجموعة من قرى الأمية الحقيقية. في كل مؤسسات وهيئات مصر احنا متواجدين بالدور التوعوي اللي بيرفع مستوى التوعية الطبية الخاصة بالسيدة، وبالتالي النهاردة وصلنا لنسبة نجاح أو نسبة شفاء وصلت ل 98%، لأن التوعية أدت إلى الكشف المبكر. بنبني الإنسان مجتمعيا إن احنا بنشوف القرى والأماكن اللي محتاجة جدا جدا جدا، وبنكون احنا رقم واحد فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. بنقدم جميع المساعدات اللي حضرتك تتخيلها، من المية، من الطعام، من الكساء، من كل شيء. بالفعل بداية بناء المواطن المصري تبدأ بتنميته علميا وصحيا واجتماعيا، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية لبناء مجتمع قادر على العطاء. محمد حلمي، هني للأخبار.